أكاديمية نادي العهد الرياضية، احتراف، أخلاق ونجومية، أبصرت النور في أوائل العام 2017 لتقدم أسمى ما لديها في عالم الرياضة. مدربون حاصلون على شهادات آسيوية، مشاركات في أرقى البطولات أبرزها الدوري اللبناني للأشبال والبراعم، منشآتها، معداتها وملاعبها وفق المعايير دوليا. شعارنا العقل السليم في الجسم السليم، المعافى من آفات الأجهزة الإلكترونية والمتابع صحيا من قبل أخصائي التغذية. في عامنا الثالث نستمر بالتفوق في مجال المسابقات المحلية، متصدرين الدوري اللبناني لما دون 12 سنة، ونستعد للمشاركة في جميع الفئات العمرية، مطورين الأداء التدريبي والإداري. أيضاً سيستفيد اللاعبون من بطاقة حسم خاصة في العديد من المطاعم والمسابح والمحلات الرياضية. تستقبل الأكاديمية أبناءكم من عمر 5 سنوات حتى 16 سنة ليكونوا على درب السابقين احترافاً وانضماماً إلى نادي العهد الرياضي ومنتخب لبنان الوطني. من خلال تجربتي بالأكاديمية قدروا يختاروني بمنتخب لبنان لتحت 12 سنة. بلش من عمر 11 سنة، بس صرت بعمر 14 تم اختياري لنادي العهد الرسمي. بوجود الاكيب التدريب اللي عم نشتغل فيه وطموح الكابتن ايوب، ان شاء الله اكاديميه نادي العهد بتكون مفتاح للكره اللبنانيه. اخترنا الاكاديمي بمنطقه النبطيه لانه بقلبها كثير موهوبين، بس ما في فرق تضبهم، فنحن من خلال الاكاديمي عم نشارك بالدوري اللبناني للاكاديميات لجميع الفئات العمريه، اما اللعيبه الكبار فمنغذي نادي العهد فيهم.